السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت ندير معكم اربع اطباق، ثلاث سلطات، هذه التبوله وسلطه تاع الكرومبيط. راح تكون سلطه تشين، باسكو علاش كرومبيط كما نعرفوا يمتصدوهن وتبلناه بتتبيله بزاف بنينه، يعني راح يكون مفيد وميم طون راح يكون بنين. ودرت لكم تاني سلطه واحده اخرى تاع سلطة، هذه كنا ناكلها في اغديس يبيعوها برا، راح تكون بزاف مغذيه. دوك تشوفوها، تجيب الاناناس والدجاج واكيد الخضار. هذه تقدروا تعتمدوها، يعني تاكلوها كطبق كامل باسكو الله يبارك فيها كلش، راح تكون مغذيه وتكفي انكم يعني تفطروا ولا تتعشوا بها. كما قالت لي وحده خطره في كومونتير ما ننساش، قالت لي كيما سمنتينا دبري راسك ديري لنا وصفات ايشينو الوغ. وهذه طبق دارته لكم مرت خويا، كما تعرفوها تحب الاطباق الحلوه والمالحه او ميم طون. هذا طاجين تاع اللحم بالزبيب والبصله هكا يقولوا له، جاب بزاف بنين، اللحم يدوب. نتمنى انكم تجربوه. عليك السلطات تاعي، انا درت لكم في هذا الفيديو ثلاث انواع تاع السلطات، وانتم جربوهم على بالي راح يعجبوكم. راح نبداو اول حاجه بهذا الطاجين تاع اللحم بالبصله. معكم مرت خويا. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم حبيت ندير معكم وصفه، وصفه تقليديه اللي هي البصل واللحم بالزبيب. دونك هنا واش عندنا؟ عندنا كيلو لحم، هنا عندنا زوج حبات بصل، انا هايك قطعتهم رقاق. عندنا حبه بصله راح نسكرفجوها باسكو هي اللي حتمد لنا تحميره. هنا عندنا مغرفه تاع سمن، هنا عندنا ثلاث سنينات تاع الثوم، كاين هنايا زنجبيل، الاخر سنين تاع الثوم سكرفجين، زنجبيل، الملح، فلفل الكحل، كركم، وتوابل اللحم ولا حبيتو ديرو جامبو اختياري. وعندنا ثلاث مغارف، حوالي ثلاث مغارف اربع وحتى اربع مغارف تاع الزيت. هنا عندنا معدنوس مقطع، ولحنايا عندنا قرفه. راح نروحوا بهاد لاشواغ. انا هاد لاشواغ ساعدتني، انتها باغ انترنت تحبوا، كيما خليتكم ديجا اللين تاع الباتر تاعي بلانيت سيت وكامل عجبكم. هذه ثانيه هايله والسعر تاعها في المتناول للجميع واسمها سوكاني، دوك نوريها لكم. فوالا هاي ليك لا مارك، صبروا هاي ليك. هذه لا مارك كما راكم تشوفوا، ترحي اللوز تاع شنو، ترحيش غبره، ترحي اللوز مكسرات عادي، ترحيهم كما تاع البقلاوه يعني كونكاسي، ترحي الكاطو، ترحي الخضره بيان سور، كل حاجه كل حاجه كل خضره. كما انا راح نحي فيها البصل، حنا هاد الاشواغ جينيرالمون نشروها على البصل باش نديرو المحاجب ولا باش نديرو كما اليوم راح ندوزنو. علاش هاد البصله راح نرحوها؟ مش حنا هادي وحدها وهاديك وحدها، هاد البصله راح تخطر لنا لاصوص تاعنا، يعني فوالا راح تعقد لنا لاصوص تاعنا. سي بوغ سا لازم تكون في هاد الوصفه يعني بصله مفرومه. فوالا دوك نشعلوها، دوك تشوفوا كيفاش ترحي. هذه ترحي بالعقل وهذه ترحي رابيد. فوالا الوغ دوكا نبداو نطيبو في لاكوكوت. دوكا نتوما تحبوا ديرو في الطاجين ولا ديرو في القدره كيما تحبوا، هنا حبينا نزربو في هاد العشاء. دونك راح نديرو زيت، نبداو بالزيت اللي قلت لكم عليها، ثلاث مغارف، حوالي ثلاث مغارف الى اربعه. نديرو لي زيبيس تاعنا، عندنا توابل اللحم، نديرو السمن، هذه مغارفه تاع السمن، نديرو الكركم، فلفل الكحل، ملح، زنجبيل، وعندنا الثوم. انا
راح نزيد شويه زيت. دونك نتوما لا عندكم اللحم فيه مشحم فيه شحم ما ديروش بزاف الزيت باسكو الشحم راح يمد الدهون. دونك انا راح نزيد هنايا شويه باسكو اللحم تاعي ما فيهش شحم، ما نحبوش الشحم في الدار ربيها. نخلطوهم هكا نحلحلوهم باش يندمجوا هنا هذه الزيت. من بعد نحطوا البصل اللي سكرفجناه دوكا في الاشواه. بون انا هنايا في الزانكريديون نسيت باش نقول لكم على زعفران. انا هنايا راح ندير لكم زعفران نخلطوهم باش يندمجوا المكونات ديالنا. هاي ليك المكونات تاعنا. راح دوكاتي نديرو اللحم ديالنا. هاو ليك سوا تحبوه تقطعوه كبير ولا صغير نتوما وكيما حبيتو. انا درتو شرائح هكا كبار ونماريني واللحم ديالنا. بعد ما خلطت كيما شفتو التوابل مع اللحم ضافت المعدنوس وزادت عود تاع القرفة وراح تحطها فوق النار باش تتقلى. هاوليك اللحم انا دوكا درتو فوق النار نخليه يتقلى. كيما نعرفو لازم الحاجة تتقلى باش نبداو نمرقو. نخليه يتقلى لي مليح باش نمرق بالماء سخون. دوكا راني نمرق في الماء سخون، نمرق حتى تغطانا اللحم. فوالا دوكا نغطيو على لاكوكوت ديالنا ونخليوه يطيب 20 دقيقة. هاوليك اللحم تاعنا بعد ما طاب 20 دقيقة جاز فتحنا الكوكوطة. شوفوا ديجا هكا راهو طايب، مي بصح حنا مازال نجو نديرولو البصل. هو اصلا مسمي يعني طاجين اللحم بالبصل، فيه البصل باسكو ديجا فيه كميه كبيره تاع البصل. البصل ديجا هو اللي راح يعطي هذاك لوغو البنين وهذيك المرقه الخاطره. راح تزيد يعني كما شفتوا دارت البصل وزيد الزبيب اللي كان تشمخاتو في الماء. ما نعرفوا الزبيب لازم يتشمخ في ماء سخون باش نقدروا نطيبوا به. فوالا نغرقوا دوكا كوكوطه بعد ما ضفنا الزبيب والبصل ونخلوها طيب مده ربع ساعه وحده اخرين باش يطيب هذاك البصل، سينو اللحم راهو طايب. دوكا ننتقلوا لمرحله السلطه. السلطه هذه نحتاجوا بيان سور شلاضه، نحتاجوا حبه زروديه كبيره رابي بالخشين، نحتاجوا اناناس، نحتاجوا الدجاج وطماطيش، ديروا طماطيش عاديه ولا طماطيش سيغيز، مايس اختياري ماشي لازم، ونحتاجوا كرافس مقطعه، ونحتاجوا مايونيز سواء ديروا مايونيز زوج مغارف ولا حبتها صح وحده تكون غيجيم. دير بطايا وقت ناتور مع شويه ملح وشويه تاع القارص او الخل. انا درت زوج مغارف مايونيز شويه تريشيت، مي بصح تجي بزاف بنينه. ديجا نتوما كي تروحوا تاكلوها برا واش يقولوا لكم؟ يقول لكم اسكو راكو حابين يعني صوص ياغورت ولا مايونيز ولا يعني نتوما واش راكو حابين. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا ضفت دوك بالكم تجيكم بيزار تقولوا كيفاش كرافس في شلاضه، سيوها قطعوا الكرافس ورجعوا لي بالخبر. سواء ديروا هذاك التحتاني تاع الكرافس ولا الورق كيف كيف، المهم قطعوهم رقيق. انا مرت خويا قطعت لي، هي اللي قطعت لي الكرافس، كنا نجرو نجرو نجرو. انا قطعته شويه خشين ثم قطعه رقيق. اباكم يعطي واحد البنه انكرويابل، تمنوني فتيته مع قعدت مع هذه الشلاضه. اي بورتون درت قوجا كونتيتي كلاوها كاع، جات بنينه. جربوها على بالي راح تعجبكم. انا كنت كي ناكلها برا انا وصاحبتي، انا كوموندي بيتزا شاطره وهي تكوموندي سالاد، نعشي ناكلها الشلاضه تاعها ونخلي بيتزا تاعي. تنوري كراف بنينه هذه الشلاضه. فوالا هذه الشلاضه الاولى كملناها، راح تكون بزاف مغذيه وغذاء متكامل. ننتقلوا دوكا نديروا السلطه الثانيه اللي راح تكون ريجيم 100%. هذه راح تمتص كامل الشحوم يعني والكل اللي يكونوا في جسم الانسان. نحتاجوا فيها الكرومبيت، باين نحتاجوا الكرومبيت هو المكون الاساسي. عندنا سا ديبون تو مال كونتيتي اللي حبيتوها. انا عندي نص راس لهنا. فوالا عندي هنايا معدنوس مقطع واحد الربطه هكايا
قطعتها ديت لها غير الفوقاني، هذوك اللي من تحتها قطعتهم ونحيتهم. الوغ عندي هنا زيت الزيتون، بطا بتي سويس، عندي شويه ملح، وعندي حبه قارص. انا المعدنوس كما راكم تشوفوا قطعته هكا، تحبوا ترحوه ولا تقطعوه كيف كيف. نبداو نرحو الكرومبات تاعنا. رابيدمون فوالا، لازم يكون مرحي. لو كان يكون مقطع الكرومبيط، الكرومبيط كما نعرفوا يجي ناشف، تما لازم يكون مرح يعني مرحي ولا مقطع رقيق باش ما تحسوهش يحصل في كراجمكم. زدت له المعدنوس وجيت ندير له التتبيله تاعو. هاد التتبيله نفسها اللي تقدروا ديروها في السلطه السابقه، يعني السلطه اللي درناها بالدجاج. هذاك الدجاج تقدروا تحمصوه في مقله مع فلفل كحل وملح اللي درناه من قبل، ولا تسلقوه يعني تغلوه هذاك الدجاج كيما حبيتو. كيما شفتو درت لها زيت الزيتون، القارص، والملح، وشويه فلفل كحل. هادو هما يعني التوابل اللي يجوا فيها. اللي ما عندهاش القارص تقدر دير الخل. راح نضيف هاد الصلصه تاعي، انا هنا نسيت فيها الملح، راح نزيدو دوكا. التتبيله هذه بزاف بنينه، قلت لكم تقدروا ديروها للسلطه السابقه. هيا ماكم تسالوا لي ماني نسال لكم، كيما سمنتكم راني نعطيكم مواصفات يشينو. بنت خالتي هي كانت دير هاد السلطه، يعني قالت لي خسرت بزاف وزن كي كنت ناكلها، معروف الكرومبيط باللي شين. راح ندير السلطه تاع التبوله، التبوله كامل يعرفوها. راح نرحيه هنايا، لا تحبوا تقطعوه ولا ترحوه، انا رحيت وفضلت هاد المره نرحيه. راه عندي هنا ربطه تاع معدنوس، نحيت منها كيف كيف غير الفوقاني، ومن تحتها نحيتو، يعني ديت الاوراق كثرتها. فوالا، ونحكم الطوماطيش نقطعها كيف كيف. عندي حبه كبيره ولا زوج متوسطين، الحبه تاعي كبيره. نقطعوها مربعات صغيره. تبوله تجي فيها نعرفوا الطوماطيش والبصل والمعدنوس، هما يديروا لها البرغل شويه. انا ما نحبش البرغل، ما نكذبش عليكم، هكا نحبو غير في الكبه. فوالا وريت لكم كيفاش قطعتهم. هاي ليك الطوماطيش تاعنا، وهاوليك المعدنوس. عندي هنايا بصله مقطعه، تحبوا تاع الورق ولا تحبوا بصل عادي، فلفل كحل، وعندي هنايا شويه نعناع مقطع. النعناع لازم في الوصفه هذه كما راكم تشوفوا، بصل وطماطيش ونعناع ومعدنوس، وعندي عصير حبه قارص، شويه زيت الزيتون، الملح، وفلفل كحل. انا البصل درت بصله صغيره عاديه، ودرت بصله تاع الورق. فوالا خلاص السلطه تاعنا هامليك، يعني زينتها تزيين سامبل، جاو بزاف بنان. يعني العباد اللي يديروا الريجيم يقدروا ياكلوا هذه، يكون مره يديروا سلطه باش ما يكرهوش، يقول لك الريجيم عيانه كل يوم ناكلوا نفس الحاجه. ان شاء الله اذا عجبوكم الوصفات هذوما تاع الريجيم قولوا لي، كل مره ندير لكم وصفه. السلطه تاعي في زوج فيهم المعدنوس. المعدنوس كما نعرفوا فيه بزاف فوائد، بزاف لا تعد ولا تحصى. والطبق تاعي هاولي طاب كما راكم تشوفوا فيه. دوك نسربي شويه في طبسي ونوريكم، تشوفوه شحال جا طري وشحال جا بنين. هذا الطاجين تاع اللحم تقدروا ديروه بالدجاج، باسكو انا كما نعرفوا الدجاج يعني السعر تاعو شويه رخيص باغابوغ للحم. يجي بالدجاج هذا الطاجين، تما تقدروا تجربوه بالدجاج تشوفوا شحال يجي هايل. كما قلت لكم تقدروا طيبوه سواء في الكوكوطه ولا في قدره ولا في الطاجين هذا نفسه اللي بريزونتيت فيه، يعني تقدروا طيبوه ديريكت في الطاجين. انا برك حبيت باش كي نبريزونتيه يجي شباب. انا هنا راني ندق برك قدامكم
باسكو راني نقص من الماكله، انا ما نكذبش عليكم، انا سي فغي ماشي سمينه، ما نكذبش نقول انا سمينه ولا، مي انا زدت في الميزان. الوغ ديسيديت قلت شويه واحد شويه يكونترولي روحو، مشي حتى يديفورما كامل. الوغ راني نطيب شويه وصفات لي يجي مليا وليكم ان شاء الله، كما يقولوا ما كنش كنت ثقيله عليكم، ونقول لكم في وصفات مقبله ان شاء الله، وبقاو على خير في فيديو جديد. سلام.